السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا باحسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم غنوريكم مشروع مربح وان شاء الله كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اول حاجه شريت هذه القاروره، هذه اللي شريتها ب7 دراهم. ها هي، كيف ما لاحظتوا الشكل ديالها مزيون. هذه يمكن تستعملها كديكورات، يمكن تستعملها ك دغاجي اللي كيتفرقوا في الحفلات ديال الزفاف، خصوصا النهار ديال الحنة كيكون عوض هذا الورد. هذا كيكون الورد الحقيقي، يعني الورد كنشريوه من عند العطار، وكنشريو هاد القاروره هادي تكون فارغه وكنعمروها بالورد وكنغطيوها وكنعطيوها في المناسبه. طريقه سهله باش نعملو مشروع مربح. اما التزيين فعندي هاد القارورات، هادو هانتوما كتشوفوهم، هادي طويله وهادو جوج صغارين. غنحاولوا نعمروهم بديكورات اللي ان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هاد القاروره هادي خديت هاد الحجر، هذا هو عادي، هذا الحجر كان عندي ديال البني وبقالي، وبغيت نعمل واحد شويه هنا. مهم التزيين الداخلي كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، فبامكانكم تمشيو للمحلات اللي كيبيعوا ديكورات منزليه، كيبيعوا هاد الديكورات هادو ماشي عامرين، وانما المجموعه من الورود، بزاف ديال الحاجات الثمن جد رخيص. نعمرها هكذا، هيو نجيب مثلا هاد الورده هادي، ها هي هكذا. هاد المحار هاد جبتهم من البحر، فكاين فيه اشكال، يعني عجبروهم في البحر مجانا، يعني ما تشريوهم شي. هادي وهادي هما اشكالات اخرين. مهم احنايا اغلقنا، هانتوما كتشوفوا ديكور. هاد الديكور الاولاني اللي عدلنا، الديكور الثاني، فانا هنا عندي الجوهر، هناخد قليل من هاد الجوهر هذا، نعمل الربع. الربع كيبقى على حسب، يعني ربع بلاستيكي او عش بلاستيكي، يعني يستحسن يكون بلاستيكي باش يبقى محافظ على اللون ديالو. وعندي هاد جوج محارات صغيرين، ها هما، ونغلقهم. فبامكاننا نبيعوهم بالوحده، بامكاننا نشوفوا شحال غيدخلوا لنا ديال هاد الماتيريال هذا، ونبيعوهم جمله في الناس اللي كيبيعوا الحاجات ديال الديكور، خصوصا الا كانوا واحد الثمن مناسب، فكون على يقين بان الناس عيشريو منكم. هادي الاخر، انا خد رمله، رمل عادي، هكذا. خديت هاد الورقه هادي ولويتها كانها رساله، وعندخل هاد المحار الاولانيه والثانيه، وغنغلقهم. ها انتما كتشوفوا مجموعه من الديكورات، فبامكانكم تخدموا في الدار ديالكم كيف ما قلت لكم، بامكانكم تخدموا يعني تبيعوهم عند الناس اللي كيبيعوا ديكورات منزليه. هاد القارورات هادو كيتباعوا في
بيك ديل، كيتباعوا في منازل، كيتباعوا في مرجان، كيتباعوا خاويين، اي فارغين بامكانكم تعمروهم باش ما بغيتو، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. الثمن باش كيتباعوا 8 دراهم، والثمن باش شريت انا هاد القاروره هذه الوحده، كاين اللي كيبيعها ب2.50 دراهم، كاين اللي كيبيعها ب3 ديال الدراهم. يعني الا عمرتوهم على الشكل فبامكانكم تعملوا مشروع مربح ان شاء الله. هذه هي الفكره ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، ومع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.